المهندس احمد فكري محمود، مركز شبكه معلومات جامعه اسيوط. يا ريت حضراتكم لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا في القناه عشان يصلكم منا كل جديد. سنقدم في هذا الفيديو ان شاء الله روشته النجاح في التحول الرقمي بتفوق، وذلك من خلال شرح جميع الأسئلة التي من الممكن أن تأتي على المصدرة في الوورد. أولا حضراتكم عشان ننجح بتفوق في التحول الرقمي من أول مرة لازم نذاكر المقرر الرسمي اللي جاي من المجلس الأعلى للجامعات بتركيز وفهم وعدم الحفظ. وحضرتك طبعا لما تكون شغال عملي هيكون الموضوع أسهل بكثير، يعني ما تحفظش في التأسئلة حضرتك وتدخل بيهم الامتحان، ده مش هينفع. وطبعا حضرتك من الآخر كل التعريفات في التحول الرقمي مهمة ولازم نفهم التعريف والسؤال زي ما يجي. فطبعا لو جه وصل، جه اختياري، جه صح وخطأ، جه عملي، أكيد طبعاً هتحل صح. الخطوة الثانية حضرتك تحاول تحل الأسئلة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي غيابياً، ثم تقارن إجابتك بالإجابة الموجودة. لو في إجابة حضرتك مش متأكد منها إنه صح أو خطأ، فترجع إلى الماتيريال أو إلى المقرر اللي جاي من المجلس الأعلى للجامعات. هحاول أطبق هذه الروشتة عملي مع حضراتكم. أول حاجة هنذاكر المقرر الرسمي اللي جاي من المجلس الأعلى للجامعات بتركيز وفهم. هنطبق هذا الموضوع حضراتكم على صفحة 103 بالمقرر في الجزء الخاص بالمصدرة. فأول حاجة نذاكر هذا الموضوع أولا. تساعدك المصدرتين الأفقية والعمودية على محاذاة النص والرسومات والجداول والعناصر الأخرى في المستند الخاص بك. يقوم الضغط على المربع بجانب المصدرة داخل تبويب عرض بعرض المصدرة. إذا لم تظهر، ركزوا على الجزء ده حضراتكم، إذا لم تظهر المسطرة العمودية والأفقية معا فانتقل إلى علامة التبويب ملف واختار خيارات متقدمة وضمن عرض حدد خانة إظهار المسطرة العمودية. فطبعا أحاول أشرح هذا الموضوع لنفسي عشان أفهمه، أنا كده قريته، يبقى أعرف إن أنا عشان أظهر المسطرة يبقى لازم من تبويب عرض. طب لو حبيت أخفيها برضه من تبويب عرض، طبعا لما أجي أظهرها تظهر المسطرة العمودية والأفقية. طب لو المسطرة العمودية ما ظهرتش يبقى اجيبها منين؟ من تبويب ملف. وبعدين اخد يا حضراتكم الامر خيارات، لكن اختار خيارات متقدمة، افتح لي نفذة، طبعا في الجزء عرض احدد خانة اظهار المسطرة العمودية. يبقى كده انا ذكرتها ايه بفه. هنحاول نحل الاسئلة الخاصة بالناس الحفيظة اللي بتحفظ ايه النص، يعني المكتوب في المقرر. يعني هنحل الاسئلة ايه النظري. أول سؤال، يمكن إظهار المسطرة العمودية والأفقية من تبويب إدراج ولا تخطيط ولا ملف ولا مراجعة؟ طبعا حضراتكم ناس كتير بتغلط في هذا السؤال، ليه؟ لأنه عارف إن المسطرة بتظهر من تبويب عرض عشان هو مش مذاكر المقرر. لا، لو مذاكر المقرر حضرتك موجودة بالنص في المقررة، إذا لم تظهر المسطرة العمودية والأفقية معا فانتقل إلى علامة التبويب إيه؟ ملف. يبقى إجابة هذا السؤال حضراتكم إيه؟ ملف. والمشكلة تلاقي الواحد جاب 64 من 100 في الامتحان وساقط على سؤال واحد، ويكون هذا السؤال، لو حل هذا السؤال صح كان هيجيب 68 وينجح، لكن المشكلة الناس بتعتمد على المذكرات الخارجية فقط، وحتى غالباً ما بيكونش عنده كمبيوتر، يعني في ناس طبعاً سألتها أنت بتذاكر منين؟ بيقول لي بذاكر من المذكرات الموجودة في مواقع التواصل الاجتماعي. شغال عملي؟ يقول لي لا، ده أنا حتى ما عنديش كمبيوتر في البيت. طب إزاي عاوز تنجح وانت ما عندكش كمبيوتر اصلا وما مجربش الموضوع ده عملي؟ فلازم اذاكر ولازم اجرب ايه عملي. يبقى الاجابه هنا من تبويب ايه؟ ملف. السؤال ده بيتكرر كتير في الامتحانات. طبعا حضراتكم انا هذه الاسئله في بعض الاسئله انا جايبها من مواقع التواصل الاجتماعي، وفي بعض الاسئله انا مألفها بنفسي. السؤال الثاني، يمكن اخفاء المسطره من خلال تبويب طبعا عرض، وجاب النص اهو من تبويب ايه؟ عرض. السؤال اللي بعده، من خلال تبويب عرض يمكن التحكم في اظهار مجموع التحرير ولا الحافظه ولا كذا، يبقى اكيد طبعا المسطره. يبقى المسطره بظهرها منين؟ اتحكم فيها عن طريق التبويب ايه؟ عرض. لا يمكن اظهار المسطره العموديه والافقيه، لا طبعا ممكن اظهرهم، يبقى اجابه السؤال ده طبعا ايه؟ خطا. السؤال اللي بعده، يمكن اظهار المسطره العموديه والافقيه معا، طبعا صواب. يمكن اظهار المسطره من تبويب عرض، طبعا صواب. كل هذه الاسئله موجوده على السطرين دول في المقرر. يمكن اظهار المسطره من تبويب مراجعة، طبعا دي خطأ.
تساعدك على محاذاة النص والرسومات والجداول والعناصر الأخرى في المستند، المسطرة والعمود والعمود المتجاورين ولا فاهمين ولا مش. فطبعا هو يجيب لك إجابة صحيحة وباقي الإجابات يكتب لك أي حاجة، إنه الاختيارات الثانية ممكن يجيب لك أي حاجة في أي حاجة، يبقى في إجابة واحدة صحيحة بس. يبقى الإجابة بتاعت حضراتكم إيه؟ المسطرة. وموجودة هنا بندصة، تساعدك المسطرة الأفقية والعمودية على محاذاة النص والرسومات والجداول والعناصر الأخرى، أي محاذاة النص والرسومات والجداول العصر. يعني جاب النص من السطرين دول. السؤال اللي بعده وصل، قم بتوصيل الإجابة الصحيحة. طبعا مش هيجيني بهذا الشكل في الامتحان، هيجيني الاختيار ده حضرتك أي اختيار فيهم ومجموعة الاختيارات التانية هتجيني في قائمة، أفتح السهم واختار من القائمة الإجابة الصحيحة. فطبعا المسطرة إجابتها هي حضراتكم إيه؟ تساعدك على محاذاة النص والرسومات والجداول والعناصر الأخرى اللي لسه مجاوبينها من شوية، موجودة بالنص في السطرين دول هم في المقررة. طبعا إدراج مخطط من مجموعة رسومات توضيحية، إدراج الورد آرت من مجموعة نص، معادلة من مجموعة رموز. في الحالة دي حضرتك لازم تكون فاهم التبويبات وكل تبويب في مجموعة إيه، والمجموعة دي فيها أوامر بالظبط. اللي يهمني في هذا السؤال المسطرة. هندخل بقى حضراتكم على الأسئلة إيه العملي. السؤال الأول بيقول لي حضراتكم المطلوب نفذ بالترتيب الخطوات اللازمة لإخفاء إيه المسطرة. فأنا لو مذاكر السطرين دول حضراتكم، أنا عارف إن المسطرة هنا بتظهر بتبويب إيه؟ عرض. نقول هنا ظهور المسطرة بعد الضغط على المربع بجانب الأمر المسطرة. من تبويب حضراتكم؟ من تبويب إيه؟ عرض. يبقى أروح حضراتكم للوورد، هنا عندي هنا حضراتكم المسطرة ظاهرة عايز أخفيها، يبقى أروح على تبويب إيه حضراتكم؟ تبويب عرض، واجي هنا اشيل علامة الصح من قدام المسطرة، يبقى كده المسطرة اختفت. السؤال اللي بعده، المطلوب نفذ بالترتيب الخطوة اللازمة لإظهار المسطرة. طبعا نفس الإجابة هي من تبويب عرض. يبقى هنا مديني المسطرة الأفقية والرأسية مختفين، يبقى اجي من تبويب عرض واجي هنا اضع علامة الصح قدام المسطرة، الاقي المسطرة الرأسية والأفقية ايه ظهرت. وده من الأسئلة المهمة، نفذ بالترتيب الخطوات اللازمة لإخفاء المسطرة العمودية. طبعا حضراتكم عشان أخفي المسطرة العمودية، لو جرينا الكلمتين دول، إذا لم تظهر المسطرة العمودية الأفقية أنتقل إلى علامة التبويب إيه؟ ملف. أختار خيارات من خيارات متقدمة وضمن عرض حدد إظهار المسطرة العمودية. ده لو حبيت أظهرها، طب لو حبيت أخفيها يبقى أشيل علامة الصح من قدام إظهار المسطرة العمودية. فأنا عندي في برنامج الوورد حضراتكم، أنا دلوقتي المسطرة ظاهرة، فظاهرة عندي المسطرة العمودية والأفقية. طب أنا عايز أخفي المسطرة العمودية دي، يبقى من تبويب ملف أختار الأمر خيارات، يبقى كده عندي هنا خيارات متقدمة، من خيارات متقدمة أدور على الجزء اللي اسمه عرض. هنا في الجزء عرض حضراتكم بيقول لي إظهار المسطرة العمودية في طريقة العرض تخطيط طباعة. إظهار المسطرة الموجودة إلى اليمين في طريقة العرض تخطيط طباعة. اطلعوا عليهم علامة صح، طالما عليهم علامة صح يبقى المسطرة العمودية ظاهرة يا حضراتكم اهي في البرنامج. لو شلت علامة الصح دي حضراتكم إظهار المسطرة الموجودة إلى اليمين، وشلت علامة الصح دي حضراتكم وقلت موافق، ألاقي المسطرة العمودية اختفت. دلوقتي لما أجي أظهر المسطرة وأخفيها من تبويب عرض، شلت علامة الصح، المسطرة الأفقية اختفت، حطيت علامة الصح، المسطرة الأفقية إيه؟ ظهرت. تلاحظوا العمودية مش ظاهرة. يقول لي نفذ بالترتيب الخطوة اللازمة لإظهار المسطرة العمودية، يعني هنا المسطرة الأفقية بس بتظهر وتختفي أهو عن طريق التبويب عرض. يبقى عشان أظهر المسطرة العمودية معاها من تبويب ملف اختار ايه خيارات، وبعد كده اختار من هذا الصندوق خيارات متقدمه، واجي ادور على الجزء عرض. اهو في الجزء عرض حضراتكم اضع علامه الصح قدام اظهار المسطره العموديه في طريقه العرض، وعلامه الصح قدام اظهار المسطره الموجوده الى اليمين في طريقه العرض، وبعد كده اقول له كده ايه موافق. في الحاله دي لما اجي من تبويب عرض اظهر المسطره او اخفيها بيظهروا ويختفوا معا، المسطره الافقيه والمسطره العموديه. عشان كده لما يجيني سؤال حضراتكم اللي هو السؤال الاولاني اللي احنا جاوبناه في الاول اللي هو السؤال ده، بيقول لنا يمكن اظهار المسطره العموديه الافقيه من تبويب، يبقى الاجابه من تبويب ايه؟ ملف. فلازم حضرتك عشان تنجح في التحول الرقمي لازم تذاكر الاول المقرر الرسمي من المجلس الاعلى للجامعات، ويفضل حضرتك بعد ما تذاكره تشتغل عملي على الجهاز، يعني تحاول ما تحفظش الاسئله وتدخل بيها الامتحان. طبعا الناس المعتمده على الاسئله المنتشره على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني يحفظ شويه اسئله كده ويدخل بيهم الامتحان، وحضرتك هو حظه ممكن يجي الامتحان كله من هذه الاسئله، وممكن يجي بعض الامتحان وممكن ما يجيش خالص. طبعا الموضوع ده طبعا حسب بركه دعاء الوالدين، ممكن يجي منهم وممكن ما يجيش. فامشي صح، اذاكر المقرر الاول، وبعد ما اذاكر المقرر احاول اشتغل عملي، يعني اسمع فيديوهات من على اليوتيوب واجرب خطوه خطوه شغل عملي، وبعد كده ابتدي احل الاسئله بنفسي واشوف الاجابه واقارنها،
لو سؤال أنا شاكك فيه أرجع إليه المقرر. أتمنى أن يكون الشرح واضح ومفهوم. نراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.